مش ده بس اللي شاغلني دلوقتي في عملية 313، أخت شريفة شغلاني دلوقتي أكتر. انت من يوم ما زرتها وانت قلقان. في الحقيقة يا سيد نديم، أنا شايف إن رأفت الهجان محتاج في الوقت الحالي لتأمين جوه مصر زي تأمينه في الخارج بالظبط. وعشان ده يتم لازم شريفة الهجان تنشغل عن أي فكرة ممكن تخطر ببالها بخصوص أخوها. في تصرفات لشريفة بعد ما استلمت الجواب تخليك قلقان بالشكل ده؟ لحد دلوقتي لا، لكن أغلب الظن إنها ما صدقتش حكاية وجود أخوها في السعودية، وإنها متصورة إنه موجود في مصر ومش عاوز يتصل بيها لسبب أو لآخر. طب إيه اللي خلاك تفكر كده؟ لما سألتني إذا كان أخوها في السجن ولا لأ. طوق النجاة اللي ساعدك على التخلص من الموقف. أنا لما قررت أوصل الجواب لشريفة بنفسي كان عندي إحساس إن رأفت بيبالغ في علاقته بأخته أو علاقة أخته بيه، لكن اللي شفته بعناية كان عكس ظني تمام، إحساس جارف. ويمكن الإحساس ده يدفعها في لحظة انفعال إنها تنشر إعلان في الجورنان تطلب منه الاتصال بيها، وجايز تنشر مع الإعلان ده صورته. ده طبعا عامل حسابك بالنسبة لإعلانات الصحف. كل الإعلانات اللي من النوع ده باخد بيها خبر يوم بيوم، ومع ذلك مش مطمن. في احتمال ولو 1 في المليون تحصل غلطة. طب وانت ناوي تعمل ايه في مشكلة شريفة دي؟ مفيش غير سكة واحدة. ايه هي؟ انها تتأكد اولا من عدم وجود رأفت في مصر، وثانيا انها تعرف ان رأفت هيزورها قريب. هي بس انت عارف ان زيارة رأفت لمصر في الظروف دي مش ممكن تتم قبل فترة. انت عايز تعمل معاها اتصال؟ ايوه فندم. امتى؟ اذا سيادتك وافقت يبقى دلوقتي قبل كمان شوية. بس ده برضه مطلوب يا فندم. فهمت يا حسين؟ فهمت يا فندم. تحب نراجع الكلام تاني؟ مفيش لزوم يا فندم، دي حاجة بسيطة. لا مش بسيطة يا حسين، أي غلطة ممكن تكون لها نتائج مش كويسة. اطمن يا فندم. رجع التليفون يا دكتور. حاضر. الو، صباح الخير يا فندم. صباح النور. حضرتك عايز مين؟ مين يا زهر؟ واحد بيقول عايز سيدي رفيق بيه. الو، ده بيت سيادة العقيد محمد رفيق. مين سيادتك؟ انا اسمي عادل شعيب، موظف في الشركة الشرقية للاقطان. سيادتك عاوز ايه بالظبط؟ طب اعرف الاول انا بكلم مين. انا مدام العقيد. يعني سيادتك على كده تبقي مدام شريفة؟ ايوه يا ست، أخوك الأستاذ رأفت الهجان بيسلم عليك كتير السلام، وبيسلم كمان على الأستاذ طارق ابنك. و هو سيادتك شفته؟ شفته وتعرفت عليه وتعشيت معاه كمان. فين؟ في باريس. امتى الكلام ده؟ يوم السبت اللي فات. سيادتك تعرفه من زمان؟ في الحقيقة أنا تعرفت عليه الليلة دي بس عن طريق واحد قريب عايش في فرنسا من مدة. وهو ازايه؟ بوم، وبسم الله ما شاء الله، واضح انه في حالة عظيمة. ولما عرف ان انا نازل مصر بعد يومين طلب مني ان انا اتصل بسيادتك اطمنك عليه وبلغك تحياته. هو بيشتغل ايه؟ مش عارف بالظبط، انما واضح انه مبسوط. ما بعتش معاك جوابات؟ لا، انما قال انه هيبعت لي الجواب مع واحد صاحبه اسمه سهيل باتع. مين سهيل باتع ده؟ والله ما عنديش فكرة بالظبط، انما الاستاذ رأفت بيسال حضرتك ان كانت الامانه اللي بعتها لك من كام اسبوع وصلت ولا لا. ايوه وصلت الحمد لله. طب ما يلزمش حضرتك اي خدمه؟ متشكره جدا، مع السلامه يا فندم. ايه مالك؟ مش عارف اقول لسيادتك ايه بالظبط. اقعد هنا وقول لي على كل حاجه. اقعد قول لي على كل حرف، كل كلمة، كل نفس سمعته. وانت برضو مصدقة حكاية باريس دي؟ وليه لا؟ أفلح إن صادق يا شريفة. لكن انت إلا رجعك بدري النهاردة كده؟ بس النهاردة كان فيه لكن قولي لي إيه حكاية وصلت دي اللي انت قلتيها للراجل؟ لا أبدا، أصل فيها شريفة.
ولا حاجة يا رفيق، مفيش حاجة. الراجل ده قال لك ايه؟ ما انا قلت لك. انت مخبية عني حاجة يا شريفة؟ يبقى رافض بقى مش في باريس ولا حاجة؟ لا مش كده برضه. في ايه يا شريفة؟ رفيق انا هقول لك على كل حاجة. طب ما تقول يا حسين. يا فندم انا قلت لسيادتك كل اللي انا سمعته. لكن انت ما سمعت الصوت حد تاني ولا حاجة؟ مفيش غير الست اللي ردت في الاول وواضح انها شغالة، انما اصل انما ايه واصل ايه؟ ما تقول. في لحظة كده ومدام شريفة في نص المكالمة حسيت انها ارتبكت شوية. ازاي؟ حدتها في الكلام خفت ولهفتها زي ما تكون اتكتمت. مش عارف اقول لسيادتك ايه بالظبط، انما اقدر اقول لسيادتك ان حسيت زي ما يكون حد زبطها وهي بتتكلم في التليفون. عظيم جدا يا ست هانم، يعني في راجل غريب دخل بيتي من غير ما اخد بيه خبر. خفت اقول. وكان جايب لك جواب بقى من سبع البرومبا وبعت 200 جنيه لطارق. وال 200 جنيه دول يدولك الحق انك انت تخبي عليا؟ لا يا رفيق مش كده، انما انما ايه؟ انت لسه مصدقه حكايه ان هو في اوروبا برضو؟ هو قال ان هو في السعوديه. اه واضح انك انت مصدقه شغل النصب بتاعه ده. وما صدقش ليه؟ لان اي تاجر مخدرات او نصاب يبعت لاهله 200 جنيه بسهوله شديده. عيب، ما تقولش على رفض كده. عموما الحق مش عليكي، الحق عليا انا اللي احترمت شعورك ورعيت مشاعرك الفتره الطويله دي. عيب يا رفيق كده. عيب عليا ومش عيب عليكي؟ انا اعترفت لك بغلطتي. وده خليني اغفر لك انك انت تدخلي راجل غريب بيتي من غير ما اخد بيه خبر. قلت لك ان انا كنت خايفه منك. خايفه مني ولا خايفه ان انا اعرف حاجه عن الافاق بتاعك ده؟ بس بقى ارجوك ما تقولش على رفض افاق. ايه ده شريفه؟ ايه ده؟ انت اتجننتي ترد عليا بالاسلوب ده؟ انت اللي خلتني ارد عليك كده. عموما ليك اهلي يترد عليهم وبعد كده ليه تصرف تاني معاكي. وانت كمان اشتركتي معاها في الجريمه دي. انا اللي قلت لها ما تقولكش. يعني ايه؟ بتعرضيها عليا؟ لا يا سيدي، من كتر اللي بتعمله كل ما تيجي سيرته قدامك. انت عارفه رافض ده يبقى ايه؟ شيخ منصر، النبي اخوها شيخ من امها وابوها، والدم بينشر على ابن الحرام. لازم تفهمي يا ام لسان طويل ان رافض ده يبقى. بس بقى ارجوك كفايه كده. ايه ده؟ وليك عين كمان تزعقي في وشي؟ مش اخوها يا ضنايا. شوف يا ابني، انا صاحب اشتغل عندك خدامة، لكن انا اللي مربياك ويا ما شدتك على كتفي ده، واعرف كل عيلتك، اعرف امامك وخلانك وكل قرايبك. عمري ما سمعت على حد في عيلتك بقى اخوه حتى لو كان قتل قتله. انا خلاص ماليش عيش في البيت ده. زهرة، زهرة استني يا زهرة، رايحة فين؟ على العموم الايام كفيلة بانها تثبت مين فينا اللي صح. ديفيد انا عارف قد ايه انت متحمس للوطن، وعارف كمان قد ايه انت مخلص في افكارك وارائك، لكن في حاجه لازم تعرفها، دول عصابه مش حكومه. لاحظ ان العرب بيقولوا نفس الكلام علينا كلنا مش بس على الحكومه. وده ما يمنعش ابدا ان احنا نواجه الواقع. انت دريت ايه اللي حصل في جلسه مجلس الوزراء الاخيره؟